سيداتي سادتي، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم لازال في منطقة اسمها أولاد الجامعي على مشارف البروج، إقليم ستات. شريف اسمك الله؟ العربي. العربي من من؟ من ولد القرقورية. بالقرقورية من من؟ بن عباس. بن عباس من من؟ بن محمد بن عبد مالك. بن عبد مالك من من؟ صافي تما وقفتي. صافي هذوما جدوده. شكون الناس الكبار الاولين ديال هاد الدوار؟ الاولين كاع سميت الدوار بعدا ولاد الجامعي. ولاد الجامعي زيد، واش هو ولاد الجامعي دواور كثار ولا هذا بعد؟ ثلاثه. شكون ثلاثه منهم؟ هذا ولاد الجامعي اصلو زيد، ولا الشرقي زيد، ولا دادس. ولاد دادس كاين ولاد الشرقي ولاد دادس، وهذا الاول اللي هو ولاد الجامعي. ولاد الجامعي هما اللي جاوا من فاس. هما جاوا من فاس. هاكاك. شكون الناس الكبار الاولين اللي كانوا هنا في الدوار؟ الاولين ولاد الجامعي الاولين. الاولين كاع كان. الاولين كاع ولا غير الاولين كاع؟ كاع كان. واش في شحال من سنه كنقول قدام؟ كاع قدام كان عقلتي على المكي بناصر زيد، الحاج دحان زيد، محمد عباس زيد، عمك بن صالح زيد، الشرقي بن صالح زيد، عباس لك ميزو، ناصر محمد زيد، عمك محمد. هذو من الأولين. هذو من الأولين. عباس من الشرقي. هذو كون الناس الكبار. الناس الكبار. معطي من جيلالي. معطي من جيلالي. مكي من الصورة. هذو كلهم كبار. كلهم كبار. واخا. وشكون اللي كانوا دوماليين؟ دومالي يا سيدي كان دوماليين هما كان مكي من ناصر. ايه. كان محمد عباس واحد شويه زيد، كان دحان بن ناصر. هادو كلهم غريطين فلوس. حساب الوقت، داك الوقت كانوا فيهم، ماشي الوقت كانوا فيه هما. واش كانوا كسابه ولا اش كان؟ كسابه. غلم. غلم. شحال كان عندهم من عصا هذا الاول فيهم؟ شحال هاد اللي كان دومالي فيهم؟ شحال كانت عندهم من عصا؟ دومالي فيهم كان عقلو كيقولوا سيدي هذاك مكي بن ناصر كان عدو ثلاث العصي. ثلاث العصي 300 ديال الغلم. ماهيش كثيره. ثلاث العصي زيد. ايوا سيدي. اش ديال الارض؟ شكون الارض؟ الارض كان هو. هو نيت. هو نيت السلحه. السلحه. وشكون اللي كان كريم؟ هو كان كريم مكي بن ناصر. هو الكريم. هو الكريم. كريم والله. اش فيه يدير؟ نعم. اش كان يدير؟ كيدير مع الناس بحال هكا الحاله ديال الناس، كيدير خير مع الناس ويتهلا في الناس. ايه. كانوا كيجيو شي واحد عندنا من كيقولوا من السابع واحد الفقراء. ايه. كانوا كيجيو عندنا سيدي كيديروا لهم الدور، كيجيو حشاك على الحمير ويدوا الحمير كيديهم يطولوا في وقت، كيجيبوا في وقت مارس. ايه. نهار في وقت مارس كيخرجوا كيطول الحمير في الخبيزه وكيجيو كيفرحوا بهم، كيجيو من قال ديك العصر يفرحوا بيهم، كيشريوا البهيمه كيذبحوها كيتلمنوا من الناس. هو اللي كيقوم هادشي وقتي كان. هو كان كيقوم هادشي زيد. شويه سيدي من كي الغد من قت العصر كيبداو يتزوروا، يحلقوا شويه الريالات، يتزوروا مع الناس، يفتحوا الناس. كانوا الناس كانوا الناس الشرف حقيقي ماشي مزورين، حقيقيين اللي تقنوا عليه. صافي السلام عليكم. ويديروا الدعاء. يديروا الدعاء. صار من قاك العصر كيمشي لواحد الدوار اخر كيقولها واحد العموله، من تما كيمشي هو سيدي لهذا الدوار ديالنا حنا. ماشي كيمشيو هما غير كيمشيو ولا السالم. حنا كنسموه كاين واحد الدوار خوتي القصر، جيت لواته هو كيمشيو ليه، ماشي كيمشيو من الطرف. هذو كيمشيو الناس يما عندنا قراب اللي مهومه بحال سلالتهم. سلالتهم كيتفرقوا هما ملي كيديروا الديبال نهار لو كيتفرقوا. النص كيمشي كيجي عندنا، النص كيمشي يجي التنين، وكيمشي للقواد وكل دوك النواحي كاين يجي التنين كيتفرقوا. وعام اخر ثاني كيجيو اخرين ثاني كيجيو. واخا. شكون اللي كان يخرج العشور بزاف؟ وقيل العشور ما هو هادي. كان الناس اللي كانوا سيدي كانوا كيديروا المطامر كتكون المجاعه. ايه. كاين جوع كاين المجاعه ماشي كيسلفوا كيسلفوا اللي عندو المطامر يسلف. هاد دروك هاد العام سيدي كان الجفاف. هاد العام كاين الجفاف زيد. وقت ديال الزرع
هذا شي موطور كيسلف لنا يقول سيدي هذا انا غنسلف لك هذا الحبره من يجي العام رد عليا صافي صافي. هذا الراجل منهم كان تا ويديرها اي منهم سيدي الحاج دحان هذا الحاج دحان منه كان كيديرها ويتهلا في الناس اش ما كان هكا كيعاودوا لي ماكشي كان عاقل حنا كاودينا والدينا بناس هاد السياه كان يفاو كان يترك واخا شكون جيرنا الدوار جينا مسجد الكارفة زيد ولد عامر زيد ولد سليمان زيد ولد عبد المولى هادو هما جيرانهم جيرانهم واخا كان بني مسكين كنعرفو كاينين اللي هما اسنانهم درغموس وكاينين اللي سلالام اي كاينين نتوما سلالام ولا درغموس درغموس حنا ها درغموس درغموس درغموسي ها ومناش من الماء واش نخر ومن التربة الارض 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 تكون ثقيلة شوية اه وهذوك اللي هما سلالام سلالام هما عدو من الارض شويه حرشه وعدو من الماء قرابين الواد قرابين الواد هما اللي كيكونوا سلالام اي قرابين الواد واللي هما جاوا في الطرف التربه التربه يعني على حساب التربه 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 كتكون شويه ماشي تل ما هيش تل هيش تل حقا دابا كاين دابا دواء ورجيه فيها سلالام وجيه لا والغلم آه. الغلم تيجي تخرج درغموس ولا سلالام بابليس دابا توما آه. توما درغموس تغلمكم درغموس هنا اي ها اي وكيديروا ليها تعقب سلالام كنديروا سيدي بهذا العصر هذا تطور شويه قاعد كيديروا كيدصوا على الارض يدصوا لها كيدصوا لها كيجي واحد التربه واحد التربه كيجيو كيديروا في الزريبه ايه التربه كيجيبوها يديروا في الزريبه كتخرج سلالام علاش بني مسكين كلها معروفة بالكسيمة بني مسكين بالسردي من فيها واش مجيت واش فيها سراحة جيدين ولا فيها الحريفية ولا شنو ما بني مسكين معروفة باش بالطالي أول مرة باش تعرفت باش هي بني مسكين باش شهرز أول مرة باش ديال شنو كان بالطالي عندك بني مسكين معروفة بأي بلاصة بالطالي أول مرة زين وبالكسيمة وكما قلت بالسردي اجي باش معروف هي دوك بني مسكين كدير الحوق واش الحولي مسكين لا ها ما عرفتش ها سردي سردي ديال بني مسكين بني مسكين ماهوش ديال القلعه ولا لا 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 كل بلاصه واش الحوق ديال بني مسكين سردي بني مسكين ماشي ديال هما كيجيو الناس من القنيطره يجيو من الغرب يجيو من الرباط يجيو من كيجيو وقت العيد كيجيو خاصنا نديو السردي حاطه السردي اي واخا الناس كنسمعوا الفحل ديال السردي كيتباع مليون وجوج وثلاثه واش هي كذب ولا شنو صح قال كيفاش صح حوالي مليون الناس والسبعه شحال سبعه سبعه المليون اي سبعه المليون علاش زعما على حساب التصيلة الجودة سلالة 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 هذا هو اللي غيخرج الغلم اي التصيلة كيتبقى من لم لم قول غتولي الغلم كلها سردية وكاين شي واحد كيخلي الحولي وخا كيشرف كيخلي الغلم كتوحم عليه شرف اييه وكيخلي الغلم كتوحم عليه باش هو بلا ما تراقى غير كتشوفو كتولي سردي وخا يشراف غير داك الزين فيه غير ملي كتوحم بين مزيانه اه كتوحم السرح جيد باش تعرفي السرح جيد باش تعرفي اول مره كيخرج كيدي مع سيدي الماء اول مره هالم زيد والعوين زيد والعصا العصا ولا بدا منها والعصا هي الاولى على الزعمة ايوا باش غادي يشعل الغلم وانتم ما بقاش عندكم الديب كان انا شي وقت والتعلب كاينه كاين كنت تبقى وكاين التعلب حاليا كاينه وهي تاكل الغنم كاين لك تاكل الدجاج والسارح لا رقد كيفاش رقد الا رقد الغنم مشات مشات ما عمرك تسرحتي لا ها لا علاش زعما لا كنت كنقرا عيب لا انا كان عندي خوتي وما كانوا كبر مني حيت قلتي لا واش هي عيب لا ماشي عيب ما كانش محتاجني انا نسرح ولا قالوا لك سرح ما تسرحش نسرح العربي كيفاش قلتي لي حضرتي في ذاك الموليمه ايه كان عندنا واحد العرس زيد وذاك العرس كان سيدي اختانا كنت مع الدراري ناشطين كنا ناشطين انت ما ناشط لا انا وسطهم هما كان خدام زيد هو سيدي مع السباط على الشمس الجامع حدا الدار ايه انا غادي للجامع صحاباتي انا غادي للجامع ايه؟ انا فت الجامع وغادي
ياك انت قلتي ما ناشط مواد والقلو معضلط ما انت تقلي في كوك هذيك الدوخه مع ديال الرما والدريب باش عبارك وسطهم وسطهم خليتي الجامع ومشيتي الروضه مشيت لا غاديه مع واحد المسرب وغادي غادي لاحق عليهم ولاش لا تلفت على الجامع ترى وقت القرايه ديال الجامع ما بقيتي عاقل على داك بقيت دابا لفتي الفجريه كتعلق الى فتي الفجر الفجر صافي حسب راك معلق علقوا ومني فتي الجامع تعلقتي ولا والو لا راه جابني الفقيه قال لي جاي تعال زي جا واحد مقراج بارد كيبو على راسي جا ولد مسكين دايز قال لي مالو قال لي شارب هو يتوكل عليا وانت مسكين ما عارف والو مقلوب باش نمشي للجامع في الجامع وغادي مع الزنقه وغادي انت مقلوب بالنيه بالنيه عبارك صافي وباك زاد عليك سي عبد الرحيم شنو هي المانيره اللي ما تنساش لك في السوق اللي ما تنساش ليا في السوق ونكره السوق عليها هي اما هي وهي سي عطير كان مات الوالد الله يرحمه مسكين أيه. الله يرحم الناس امين مات الوالد داري اخوتي غايبين خدامين انا مقابل الدار زيد انا اللي كنصير انا اللي كن تاني مقابل الشغل انا مقابل الشغل واحد الدري اخويا مقابل شي بهيمات وداك الشيء وانا مقابل السوق الصير هذاك النهار اللي السيد راتني الوالده 6000 باش نتقدم تعود للبروج تعود للبروج زعما انا هو مول الدار زيد مشيت للسوق دايز بحال موقف السوق اتا كيبانوا لي داك مول الكارطه دايروا حطوا لنا كيلعبوا في ديك الكارطه ثلاثه الاوراق اللعيبه ديال ثلاثه ديال ثلاثه لجيت فين كاين الراي ولا فين كاين الكبال ولا فين كاين الصوته الراي هو الراي هو الربحه الربحه في الراي الراي قلب على الشيباني فين كاين يعني بول حيه زيد الا جبتي بول حيه راه غتجي الا شديتي بول حيه تجيب الربحه تجيب الربحه زيد جيت اسيدي بانوا وياك يلعبوا شي كيخسر شي كيجيبها هي هذيك شي كيربح شي كيخسر شي كيربح شي كيخسر مني بنادم بالك كيربح انا قلت زقات سجعتي سجعت زيد زقات انا غادي ندخل قلتي هاد 6000 غندي بها ان شاء الله 60000 وقلت زعما غندي الخير والبركه من السوق زيد خالت السي عطير قلت لي بشحال كتلعبوا هاد اللعبه قال لي شحال ما بغيتي تلعب بغيتي بالفرنك ب 100 صرفت عندهم 100 درهم جبت 6000 شاف عندي 6000 زيد ليا شنو قال لي عقل على الريد تحط يدك على الريد ملي نلعب لك انا بحال ما قلت جبت الريد دربح الربح قلتي لي بشحال غنتماشاو درت معاه 100 ريال 100 ريال ربحتي ربحت زيد المره الثانيه خسرت عاود الثاني ربح واحد اخر ربح واحد اخر زيد ربح ذاك الاخر كنت صرت انا الساعه كنت تشجع زيد عاد كيقول له واحد الواحد ألف بألفين بألفين ألف بألفين ألف بألفين تسمعتيها أنا سمعتها قلتي قلت أنا غنديرها معاه تنشوف هذا خينا شغير أنا ندخل معاه بألف أنا غندخل معاه بألف ونديها فيه علاش غنبقاو نعكزو هنا اللهم ألف ضربت لصقت ألف بألفين نمشيو بعشرة ألف ريال ولا باثناشر ألف ريال حسن نتسوقوا نلقى الفلوس وجيب هاكا هذا شنو الوثائق عينك دي التسويقة ودي معاك تاني طمع الدنيا في جيبك طمع الدنيا في جيبك زيد ربح هذاك السيد ربح قلت له خويا ولا لعبت معاك بالف شحال ندير انا الاخر اللي لعب بالف ريال ربح 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 2000 ربح 2000 وتت وانا نتوقد خوك ضربته الدقيده زيد قلتي قلت له خويا ولا لعبت معاك بالف شحال دربحني هي ربحك 2000 زيد لعبتي معاه بالف لعبت معاه بالف عقلتي على عقلت على الراي عقلتي على الراي عقلت عليه حطيت يدي على الراي جبتيها فيه قد 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 ما زقلتيش ابدا عيني لاصقه عليه زيد ربحتي عطاني 2000 زيد عاود لعب معاه واحد اخر نقز من ورايا قال لي غنديرها معاك انا 2000 ب 4000 قال لي 2000 شحال قال لي ب 4000 قال لي انا معاك ربحوا ربح ربح زيد لعب معاه واحد اخر ب 400 خسر قلت هادي وزيعة قلت هادي وزيعة راه مزيانة هو شي كيخسر شي كيربح راه مزيانة تعقل على الري انا قال على الري انا قال انا على الري ما نسوش انا على بنادم شوي بيني مسكين شوي بيني انا ما نسوش على بنادم شوي بيني الحمر الحمر والحية صفراء الحية صفراء زيد بقيت غادي معاه قلتي غنتماشى معاه غنتماشى معاه شحال قلت لي حق مع 4000
كيفاش 4000؟ نعم 4000 كاملة. 4000 2000 2000 شحال لحقتي معاه؟ 2000 زيد 2000 ربحتها ولات 4000 ولات 4000 شحال ولات عندك درك؟ 8000 ريال 8000 ريال 8000 ريال زيد تقلت فيها حسبتها قلت زوينة قلت زوينة ثاني شيء طليا باش ندوي السيمانة وهذه زوينة اه زيد قلت غنزيد مع دخل باش تدور في الفيلاج ايه وتمشي مع نقر في البروج في البروج زيد قلت هذه زوينة قلت هذا خينا في خاطري باش يشيد الله ودي عاطر اش قلت يا دنيا مسكي قلت هذا خينا اليوم جابوا لي الله غنخلي لي الطابلة او الكارت للريو غيبقى عدو على الريو وحدو الريو الصوتة والخمسة زيد او الطابلة مولي غيدي معه صافي هذا خينا جابوا لي الله كرامة اخوك فرح زيد بذاك يربحني وينقص لي يربحني ويربح وينقص مرة طالع مرة هابط مرة هابط مرة يربحو مرة يربحني مو معاك لنا وياه دير لي دخيله دير لي دخيله هو كيعطيك دخيله هو عطيني دخيله زيد بقيت تبقات عندي 2000 شحال بقات عندك بقات عندي 2000 من 8000 4000 دخلت عدو دخلت عدو 4000 ديالي ولا 2000 اللي ربحت اللي ربحت انا من عدو زيد بدا يدخل معاك البرد بدا يدخل معايا البرد بحال شويه جنابي يتعرو زيد هي هذيك بقيت غادي انا وياه ثاني كنربح شويه بقاش كيخليني نرد الفلوس صافي صافي راه باغي نرد الفلوس ديالي بقيتي عف لالفين صافي صافي بقيت في لالفين شفت وياها ود الموري لالف قاعد ديالف ولا عندك عالالف عالالف وانا 11000 عالالف وانت 11000 11000 زيد بقيت كنشوف قلت خاصني نجبد فلوسي ونسر نتقدى للدار صافي صافي غادي بارك عليا بارك عليا فلوسي صافي زيد هادشي ما غنفهم فيه والو هاد الراي اليوم غادي شادني هنا ما غنمشي كاع للدار واش قلتي لي لا ما بغاش نقول لي صافي بديت معاه قلت لي غنديرها معاك بالمية قال لي سير بقيت غادي انا وياه بالمية بلا الفرانك بالمية تكمل لي كلشي دا كلشي كاع 6000 ريال اوه ما خطاك ولا الحرام 6000 ريال بحال عطيتها لك تدرك كلها مشات مشات كامل ما عقب لك ريال ولا حنفك لا والو عاد باغي نقول لي رد لي فلوسي انا مقمر معاه اش كنتي باغي تقول لي ما تبغي نقول لي عقب لي فلوسي انا باغي نتقدى بهم كنتي باغي تقول لي كنا كنضحكوا استاذي مقمر معاه عرفت وانا غادي يقول لي وكون قرتيني التاق واش غادي عقد بيات انا وتتلويدي لويتي ديلك وزدتي الويدي اللي زدت كي غادي ندير غنمشي للدار بلا تقاديه بلا خضره بلا هذه كي غندير اش نقول ليهم خيبات ومعولين عليا انا هو الراجل زعما زيد بعد كي تقول لهم تقول لهم ودي مشيت نتقدى ضربوني القماره عاد بغيت نقول لهم داوم لي شفاره قلت لا ما هياش استمام قداش زيد وتاش هادي غادي وعدوك بالهضره زيد كيفاش لي قدرك زيد هو يطيع عليا واحد البلان اما هو مشيت حدا واحد القهوه كيوقفوا فيها حداها الخطافه اللي كيجيو عندنا هنا للدوار ولا الجامعي زيد خطافة تما كاع يعرفوها طوموبيلات طوموبيلات زيد ليت تما بقيت مريح في هذيك القهوه طلع لي الدم ما عندي باش نصير ما عندي ما كنعرفش حتى الناس بزاف وداك الشيء راك عارف و 6000 الساعه راه داخل الميدان تاع السوق و 6000 ماتت مسكين لا ماتت بقيت نتفكر فيها ثلاثه الورقات كانوا جدادات دفنتي الراس دفنت راسي زيد قلت غندير راسي مريض ونمشي للدار هي اللي غتفكني مع الدار جدي كان شويه واعر زيد بركتي في الكريت نخمم وفعلا مريضه ودي عاطير قلتي غدير راسك مريض غندير راسي مريض هي اللي غتفكني من الدار وكل شيء كيتسنى في اللفت وخايزو بطاطا زيد هذا غيجي مع عبد الرحيم كاش غنقول لهم زيد جيت عندهم ريحت هذيك القهوه بقيت مريح بركت فوق الكرسي زيد قلت غندير راسي مريض وانا راني مريض في خاطري ديك الساعه من طالع بيا الله الله ودي عاطير اشويه مريح وانا نطيح من ذاك الكرسي طحت بعدا دركت وجهي وراسي دركت راسي وجهي بحال موكل تحت بقيت كندير كنبرجليا زيد الناس ناضوا من القهوه السيد مشي طيح هاتو ضروا راه شي واحد يقول لي راه ليه راه باصله راه هادي داروا ليه سوار ماشي باصله حصله قال انا حصله اللي حصلتي عند مول الكارطه مول الكارطه زيد داروا جا واحد السيد من عندنا من الدوار كيقول لي يونس قال لي مزقوا السيد راه من القبيله ديالنا قال لي نفوتوا عليه بعدا ما خليوه يضربوا البرد ما تغوقوش عليه بحال هكا ضرباتو الكارطه وضربوه تاتو ملا زيد راه مصوتوا الري بو الحياة زيد وهي هذيك هزوني داوني الطونوبيل حطوني في الطونوبيل
جابوك للدار. جاي مريض. جيت هنايا للدار قدام الدار، جا طونوبيل قدام الدار. مالو ما مالو؟ خرج واحد الدري خويا غادي نهزيني جوج. مالو؟ قال لي طيحت واحد الدروه في السوق. قلت له واش داروا البال مع القضيه؟ هذا داري البال معايا انا. زيد. والو حتى مغطي ومغمي عليهم او نهتت بوحدي. زيد. او نترعب. اللي جابوني للدار درت واحد التقفقيفه كنقفقف وخا تكون مريض تما ديرهاش عاطير. بصح نيت. وانا راه مريض موال وانا ضاربني الري. زيد. وخا تكون مريض تما ديرهاش. زيد. كنقفقف. الرعده هزاني. الدار تخلعوا مساكن. خلعوا. هادي اللي يقولوا تفوت تمسيكي. شي اللي يدير في الخزامه، شي يربط في ماطيش الراسي، شي كله واش يدير. داروا سوق في راسك. في سوق كاع الخضره اللي ما جاتش داروا لك في راسك. ربطوا لي في راسي ديك السيمانه. زيد شحال التبارك؟ الحد تلت اثنين عاد شويه ضربتني الدوقيده. اثنين الاخر. تداز حد الاخر. تبردتيها. تبردتها. خاصه لا نقاش يبقى دور عليها. زيد. وعادوا العيالات كيقولوا وتفهمش كي راه مريض نطيحها السال ماشي يقول لي راه دار بال مكلفه كله واش يقول لي. زيد. عيالات كيجي واحد الوالده او واحده تقول لها ديري لي المخينزه، واحده تقول لي ديري لي ما ورد وعصمي لي راسو هذاك، واحده تقول لها ديري لي بطاطا تجبد لي الصهد، واحده تقول لها ضاربه سخانه الراس. كاينش اللي ضاربو قد الراي. الراي اللي مصوتني الراي زراوط. زيد اهزر وطك ود الكلب. الراي زراوط. زيد يا هذيك بقيت مريض. بقيت مريض ولا بغيت نوض بحال ما هكا الدوخه زعما شاداني. زيد. والوالده مسكينه الله يسمح لنا من الوالدين شاداني بحال ماكو ومزرزيك. مزرزيني لا تعطيه. فينا وانا راسي ريمي الهوك ما غنصح حتى يدوز لحد الاخر. داز لحد الاخر اثنين صباح شويه وجي نقعد دم. نقعد دم. زيد. ضرباني الدوقيده. ايه. صافي قلت نخرج. نخرج الخضره ما جابوها. صافي الخضره جات. انا غادي نخرج الصباح نط بحال ما كاست الوالده كطيب الفطور. قلت لها فنقول لك الوالده قلت لها اليوم بحال شكل شي باب كان مسدود عليا. قال لي قلت لها شي باب كان مسدود عليا وبحال تحل اليوم. سبحان الله. عاد وليت كنشوف شويه. قالت لي قالت وجهك اليوم صاحب حتاري. قلت لها لا نحمد الله. من ثم عاد شويه وليت مريض وكن نخرج ودير راسي باقي شويه داير. باش ما تبانش. باش ما نبانش. باش ما تعيطش. صافي شويه دوا قالت تخرج على الدراري عادي صافي. صافي صافي عاود تنسات. صافي وتنسات. وينيني اليوم راه غيسمعوها. ان شاء الله. السي عبد الرحيم كيفاش قلتي لي هذاك اللي قاول بك؟ ورني واحد الواحد شيباني هاو كيقول لي خلي عباس شايب ومهلوب. شايب ومهلوب طالع جاي ل 197 95 وكي دار تعملك؟ عملني كان عدو الدرق. زيد انا ملي كيلحق وقت الهندي كيحلفوا عليا الدار عندك تدخل الدرق راه واعر لا دخل فيك والجوجات ثلاثه. صافي صافي كنمشي كناكل جوجات ثلاثه. كولو قيس. كولو قيس جوجات ثلاثه. زيد بديك الحلاوه ديال الدرق من اللي ما ديال الهندي كناكل دوك جوجات كيجيني حلو كنبقى نقرط في الدرق. عاد كيجي هذاك خالي عباس كيجي هو بحال ما هكا كندور لي انا منه كيدور لي هو منه كندور لي منه كنقرط ليه في الدرق وكنبقى نتمرغ عليه بحال الديب كندريقل عليه. زيد قلت هذه لعبه زوينه غنقعد نلعب انا وخالي عباس. هذا يبان لي نجي نهوشو بالعاني باش يبقى يزري عليا وانا واحد النهار. انت ما عينكش فيه هو عينك في الدرق. عيني في الدرق وتاقوى من اللي جا ولا جادي. واش عينك في الدرق ولا الهندي اللي في الدرق؟ هو الهندي اللي في الدرق. انا الحلاوه اللي كدير لي انت تابع الحلاوه. الحلاوه. زيد ملي كناكل دوك جوج ثلاثه كيجيني الدرق الهندي حلو. زيد كنبقى نقرد فيه. زيد ملي كيجي عادي هو عارفه ما غيشدنيش كنبقى ندور من هوك لهوك. زيد ايوا هذاك النهار مع ورا العصر اتجاه البياض كيبيض مول البيض. مول البيض كيشري البيض. كيشري البيض. زيد انا مخون شي بيضات غادي باغي نبيعهم ليه. كنت كتخون الدراك وتخون البيض وكلشي. كنت حريفي ديال البيض عاطيه. لا مزيان هو. كنت حريفي ديال البيض. زيد هي هذيك غادي بحال موكا بعد دوك البيضات جاي للدار ذاك البياض كنت نقول لها عطيني جوج ريال وربعة ريال باش غادي فلوس بزاف. زيد هي هذيك اخويا جاي بحال موكا قلت غادي تندير فلوس نحطهم في الدار ونجي نلعب على خالي عباس بالي خارج قدام الباب هو يعيط عليا قال لي يا وليدي تعال تعال قلت له ما غيضربني قال لي لا تعال نقول لك وسير وانا نجي عندو قال لي يا وليدي سحبني كنزري عليك انا على الدراك تقردو قلت له لا قال لي راه خايفك تفوت 120 ودعوت جاريك شي كارثه توقع بك شي كارثه خايف تعمل الكارثه تعمل الكارثه هو عمني قال لي خايفك تاكل 120 تفوت 120 قال لي راك انت تاكل 120 عسير كولها زيد وما تقرتش وهذيك الساعه مشيت حطيت
هذاك سريف مشيت قاعد نسارة في الدراك باش الصباح نقلع. ايه هذه نقلعها هذه لا هذه نقلعها هذه لا الصباح مشيت مشيت نقلع فات انا الحساب اللي قال لي هو 120 فات 120 واش هذا الشيء في القفة ولا في الكرشك؟ حتى من القفة كل شيء كنا ناكلو في الدراك حتى في الكرشك انا مشات كاين شي موس ولا عدفار ولا الموس مدي معايا الموس زيد هي هذيك اخويا اكلت جيت للدار نعست قلت واخاي كرامات شويه اخويا عاطير تقادت العجنه عاد ستفت ستف لي اجور وشي تقاد زيد امشيت بغيت اتخير بالحواشي تاع الدوار زيد كتمشي على المعاطن على المعاطن وليتي ديب أتكلم شيء ندور من هنا ندور من هنا ونقوله وخلي عباس دري زمان واش ترقلتي ولا شنو ها واش ترقلتي ولا شنو ها درقلت هاو وين ساهر ويني تتفتي الحروب راه مني خلي عباس كيفاش عملك راه مني قال لي وليتي تاكل 120 ها عاكل راه ما ندير لك والو عندك تفوتها هاك راكي فين مشيت انا انت لحقتي 120 وقلتي بارك هنا صافي مشيت ضرب ديك 120 من الاستياء قاديتها زيد واخا مشيت المعطن نرقد تي في ود موثني يرقد ما جاكش الرقود وي عطاك نريحك انت هاز معاك دري وبغيتي ترقد وي لا ساعاتي زيد عطاك نريحك نقول او زعما خلي عباس دري خلي عباس دري واش خلي عباس يعملني انا وي لا لا خلي عباس ما يديرهاش ما يديرهاش مول 120 ريال ما يديرهاش ما يديرهاش ثمن خايبه شويه اخويا صافي تخلي لي الخيال الزرب اشناهو تخلي لي الخيال الزرب اكدت منها تخلك الخيال الزرب الزرب ترى ضربك يا اسمي دالي بيف الله يرحم الوالدين دالي بيف زيد عينك كي ولا هو والله حمراء وطاع لي الهول وليت حنين بصح حنيت وي وي وليتي عينك حمراء حنين طاجات طاجات وليت حنين زيد حنين في من وفي راسي ما في انت وحدك وحدي وليت حنين وطاح لي الهول زيد جيت اخويا عاطير بديتي تبكي ولا شنو ولا ما باغيش نبكي واش باغي دير باغي ندبت وباغي نقول للدار اش تقول لهم باغي نقول الخيمه راني هاكين واكاين الكرموس راه مني غتقول لهم راني هاكين وهاكين هاكين وهاكين واش ملي قالت هاكين وهاكين ما فيها ما يتقال عاطير الله يرحم الوالدين ما يتقال صحيبة خلي هضرتنا بيناتنا وصافي زيد وجاي انا دخلت الخيمه الدار كيشربوا في القهوه في العشيه اش باغي تقول لهم انت هاكين وهاكين هاكين وهاكين زيد كيقول لي انت مالك وجهك ملاول هاكين وهاكين وانت مالك وانت مالك عاجه وعدي طاح لي يدي طاحت نبكي وحال جدا ما كتسمعش اه كنت صحاب ضاربني شي حد طاح ديت هي على ولاد الجيران دعي على ولاد الجيران دعي على ولاد الجيران خلات الدراك ودعات على الجيران الجيران ما كتسمعش ما عرفت والو ما عرفاتك اش طاري لك وهي هذيك اخويا جاو الجيران شافوا لي بيكو بداوني للبروج الطبيب بيكو عندي عجله فوق شاف بيكو زين مشيتي حتى مشيتي للبروج البروج سبابك على الكاليته زيد حتى وصلت هذاك هو النهار اللي غنعرف فيه انا البروج النهار وحالتي نهار عرفتي البروج هذاك النهار غنعرف البروج انا باقي ما شايفوش نهار عثرتي في الدروج وصلتي للبروج وصلت للبروج زيد وغادي راكبين انا حدايا خويا في البيكو بلا روح الجوج اللي ما يرحمونيش اش يقولوا ما كندخل العيالات من البيض والحالف تاش حكل فيها الحالف كيف سماوك الحالف الحالف والحالف وتا حصلت الحالف تاش قربك ال 120 ريال قربك اخويا الحالف تا الثمن الخايب اش قربك لي مولف تشري بدوج ريال ثلاثه اربعه اش قربك ال 120 ايوا اخويا عاطير لحقوني قدام السبيطار فكوا الباب تاع البيكوب قعدوا تشاوروا عليا اش يقولوا واش دوكا كنجيبوا الطبيب الله نديو عادو كنقولوا للطبيب كنديرو شويه مشى الوالد واحد الواحد دخلوا على الطبيب زيد قال له سي الطبيب واحد المستعجله سميتها مستعجله خطيره راه برا واحد مستعجله خطيره راه برا راه برا راه برا هي مستعجله عجله جايه في البيكو زيد هي هذيك اخويا عاطير خرج الطبيب خرج ما بان ليه والو قال لي فين هي المستعجله اللي خطيره قلت له برا قال لي راه في البيكو راه في البيكو راه البيكو راه غنسقبو انا راني ناعس على عين كفايه انت ما كتعقر كنت محن انت كتسعقر محن شويه زيد
اجا الطبيب سوا طلع عندي البيكو بطيحه قلبيه في عينيا ولا بيطاري اشويا حط يدو على راسي زيد حط يدو على القلب هو يقول لي الوالد واسي طبيب وقت قال لي راه ماشي من تم قال لي منين وقت قال لي راه بغينا نفكوه بغينا نفكوه قال لي نفكوه وقت ياكثور سبدات ميكانيك اللي بغا تفكوه زيد ايوا هي هذيك على جاب لاتيسي وكي درتي وكي بغيت نديرها غير ولادنا عقب ولادنا في بيت الظلمه ولدتي في بيت الظلمه في بيت الظلمه خطر ما والو ما 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 حصل ما عرفتيش كي يديروا لك ما اللي فقت الدري محطوط حدايا الدري ديالاش ديال الكياس خايبه صعيبي خايبه تفتح عوينك ويلا صعيبي وهي واش في الدوار كتولي معيوره وي ولا اللي قاعد يخرجوا خليها باس وخم لي هذه باليه يكون عاطيني في ظهره كولومات كندير ليه السلام معتبر بي وليتي معتبره علاش حيت معلم هو اللي عملك هو اللي عملني خايبه صحيح وي تسحب يا خويا البيض ما هيش خويا البيض لا 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 ساهل خويا البيض ويلي وخويا الجد زعما تاع الدجاجه ونوض وهنا كان ويني الهندي ود الحرام لا واعر وكيفاش القضيه ديال الفخوخه مني كنتو تصيدوا كنا كنصيدوا بالفخوخه كنهبطوا حنا واحد 13 واحد قران ولاد العام زيد كوري واحد كوري واحد زياد تربيع كنا زيد هاي هذيك الساعات كنمشيو حدا واحد البير بعيد من الدوار ايه عندي واحد الفخ هو النادي عند الفخوخه ديال الدراري كان في ساعة في ساعة كندير ليه السباده غي يشد زيد وحنا هذاك الفخ بغيت نفكو نصاوب ليه الرسول هو يترخف هادوك الدراري انا اللي كنت غالبهم كاملين ولاو غالبينك ولا غالبهم كاملين هذاك النهار سيدي ذاك الفخ حنا كصابتهم تاش كيشد هادو الدراري كيضحكوا عليا ملي كيضحكوا عليا ما رضيتش ملي كندور فيهم كيسكتوا زيد حال واحد منهم بغى يتقلب عليا بحال ولا كنهضر معاه ولا ما تلاش كيبغي يسمع مني وانا باغي نبقى غالب حتى هو طاح يضحكوا درسي بحال مكاجا بغى يدار معايا عقب تسليت منه سيار مني في الفخ قلت هذا كي غندير معاه دروك لا غلبني غادي محني وانا نفخر واحد الكلمه كانوا يقولوا لنا والدينا اما هي كنت ما تبغيش تاكل كول باش تولي صحيح وتغلب الدراري زيد قال زكادي قال غتفكني مع هذا مسخوط الوالدين اليوم عقب حسقت الفخ قلت دراري الله وانا غادي نمشي للخيمه وغادي نرجع قال الدراري ما دواوش هو قال لي سير ولا بعد قلت لي بخاطري بكره اني غادي عليك نيف واجا يا خويا الخيمه وكنقول لهم راه الخيمه شيكونوا دايرين بوحدي ندقدق جيت اخويا عاطي ما كنسيب واحد الكسكاس لعصايكو الكسكاس صحابي تاع الومنيوم واش نص ساعه قول له كان يثقبوا يديروا البرمه ترك المجد ديال محقن زيد عجبت الشكوى ديال البن طحت كنصايكك في هذاك الكسكاس زيد البن ما ود من تحت وانا نصايكك زيد عمرت الكسكاس وسريت عليه بالغراف هاك بالك كنقول لي بوك اليوم مشيتي فيها زيد كملتي الماكله وعدتيه لا غادي نهود عدو زيد بقيت كناكل نصايكو كنت عاركتها صافي عمرت ماشي عاركتها عمرت على خاطري سرجيتي سرجيت كميو ديال التمن فايد ديال التمن زيد غادي اخويا مهود كنقول مصوت اليوم بوك شافيها اليوم قتلو زيد لحقنا اخويا لحقت على الدراري وانت مبزوط ترى شنو وراء تقلقل تقلقل زيد الخط اخويا على الدراري قلت لي بوك ولاش كنتي كتقول صافي قلت انا راه كلت صحيت زيد قلت لي بوك ولاش كنتي كتقول قال ما قدرو ناض تمشي عدينا هذو الدراري قلت لهم شوفوا باين الخط شي واحد راه اليوم نلوحبو في البير زيد ما تفرقوناش عاجينا البعضيات طحنا الدافع اشوية حكمني لقطك القاطني زيد القاطني عتك السعادة غير داري جو فرقه الله يرحم الوالدين وليتي وغد جبدهم من البير زيد هيا ديك اخوي ابقى لقطني 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 اتسخفت ايه اشوية وي ما نفعتك جلب البولة لا والو صايفوك تدقر عوالي زيد هيا ديك اخويا عاطير اتا سهاني تسهاني وكيلوحني من فوق داروك يخبطني قدامك من اللي خبطني اخويا عاطير دفكت بحال القله
لا مالاش قوف واي واي هكا قاعد عيني في السماء كذا اللي يقرب من الارض الله يرحمنا واي والله كي نقولهم كذبوا لا مالاش قوف لا مالاش قوف ايو كي وليتي مع الدراري واكي وليت هكا الناس جاتني غايه منتقل جاتني غايه بقيت في بلاصتي ما قلت حاجه رصيتي صافي بقيت جاي نعرف سايكوك رهواني الله يعلبوه سايكوك ما خدمش معايا اليوم وشنيا اللي خدمات معاك واخد معاك الطيها السي عبد الرحيم كيقولوا الناس الاولين اللي سلفتيها تلفتيها كيفاش نهار سلفتي اخر نهار يوم ثلاث يا الله نتمنى الناس موان صنوح البراق ديال القهوه اتجا دقه في الباب قلت غنشوف شكون اللي دق شكون اللي دق عليا اخرجت تصبح السيد السلام عليكم السلام طال يا السلام بغى يقول لي والو قلت اش حرتك اشري قال لي يا ودي بغيت معدك شي الهره ما قدرت نقول حتى واحد في الدوار راه بنتي لقاتها هدي انا 1500 عطيتي 1000 شادت 15 قلت لها صاحبي هاك 1000 هاي الكير راني حاجه فات السيمانه قال لي صافي نهار الخميس غادي يجيني شريات من هون نعطيك قال لا من ما قالش يجيني واش من الاخره ولا قال لا من وسكت زيد ودازك نهار ثلاث ماشي مشكل داز الاربعاء ماشي مشكل داز الخميس قلت السيد اليوم يجيو الريالات ما جاوش ما جاب لياش الجمعه ما جاب لياش السبت مع الغد عندنا الحد ديال البروج دار نتسنى ما جاب لياش مشيت عندو للدار هزيت انا حاجه صيفطت لي الباب زيد صيفطت بالجهد وقال شويه البقر هو ما عرف شكون زيد وقال شويه البقر اش قلتي لي انت ما دويتش تخرج فقال لي مالك خرج صاحبي انا قال لي مالك كاين هذاك الالف قال هذاك الالف الضربيه كان قاعد في 20000 بيا كتسنى مليون قلت له ترضي في ثدي انت عارف بقى ترد مليون ما قاد على والو ما قاد على والو زيد زيد انا نشوف هضره خرجت مارثو ملي شفت مارثو انا بحال حشمت سرعيتي سرعيت شويه زيد قالت لي يا شريف الدحش قالت لي الدحش راه غادي يبيع غدا السوق راه يلاه قال لي راه باغي يدير غدا السوق غادي يعطيك 1000 ديالك ملي قالت لي مراكك ويقول لي هو وراه حمار ما كيفهمش كون اصبر تنغدو نعطيه ديك كلمه الحمار ما ترضاش ليا انا جيت للدار بقيت نخمم 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 اصبح اخويا عاطير في الليل حيت عندنا حنا اللي كيعزل هنا كيمشي مع ثلاثه ديال الليل لجوج هادو الشناقه اللي غيمشي بهيما اه اللي باغي يشري اللي باغي يبيع اللي باغي يبيع خصو يمشي بكري يمشي بكري السرويه مع الجوج يمشي زين ضربتني فايقة أخوي ماشي ثلاثة ديال الليل خلطت عليهم نط قلت هذا اللي ما مشيتش ليه الرحبة والحاف عليه وشبرت 1000 ديالي ما غيعطينيش ما غيعطيكش ما غيعطينيش ال1000 إلا ما طردتيه ما يعطيك والو ما يعطيكش خاصني نحضر ما يبيع الحمار زين نط أخوي بقيت كنطيح السلاح الجلابية تلبستها ركلت المرأة قلت لي أش خاص مرات هي مقلوبة بالناس حدا قالت لي الخميرة ونحسب 10 دقائق هذا جاوبتني ثاني قالت لي خاص زيد زيد خليت هذا ويا بوحدة وخرجت برا فكيت الدفا وقلت نمشي نتأكد من هذا الحمار واش غايب الحمار للسوق بصح ولا غادي يقاول ابني زيد مشيت ومع الظلمة غادي نقرفش عند السيد نشوف الحمار واش كاين شافني موطة تهرت تسحبني ولدها داها السوق تسحبني ولدها طاح تهرب قلت له خاي لاباس راه دار حمار صافي جريا وحضر الشانضي وولد دوار من دوار من زيد اجيت اخويا الشانطي شيفت واحد الخطاف عند طرونزيت وقف ليا وقف ليا ذاك الخطاف هاز جوج مع القدام وهاز حمار اللور مشيت انا والحمار ثاني اللور الحقنا قدام الرحبه قال لي يا شريف راك رصنت هذا الحمار فكيته عطيته لي نقص الحمار نقص له ناق مشيت نجري الرحبه عطا السيد شاد الدهش كيشري مع دو واحد جوج حكيت لي السلام عليكم رد بحال رد ثقيله قلت لك الناس اش عاطينوك عاطينو 7000 هو قاطعو ب10 طحت نخيط عليهم قلت لهم عطيو 8 دار فيا قاينا كن قاينا زعما باغي نخيط عليهم تا
تعينك في الالف. عيني انا باغي نشوف الالف ديالي. زيد بقيت اخويا كنخيط عليهم. قعدت لذاك البياع والشراي قلت له اش غدير؟ واعطيه واعطيه وتسعود. راه الدحش راه الله عمر هذا وراه مزيان وراه كاين وكاين وكاين. ياك شكون لي الدحش ديالي؟ فين فين عارفوت؟ اطمحني. هاكاك زيد من القمح. قال لي التاج راه في الحمير. زيد وراه نحيد لي القب دلحتي في القب. وهبطي عندك. هبطت عندك بقيت نعطيها الشاكله. كنقول لي بوك ضرف انا قدي الحمير ماشي حنا راه ولاد حمير وكامري مال الحمير هاك بزاف ماشي بوك حنا ولاد حمير وكامري مال الحمير وغندير بوك اليوم صباط الحمير بزاف زيد حلقتي معاه حلقت معاه هي هذيك اخويا جاو الناس فكونا قالك راه دلحت لي سنه وانا ما ضاربوش الفم ضاربو الشاكله زيد اقوى اخويا جاو جدار مليح تعقلوني شديتي شدوني جدارمية دار لي موت أحمر أدوني لبريقيد دخلوا الناس من الدوار قال لي ما سمح لي ثي يعطيني باش نصوب السنة مشيت أخويا أدوني جدارمية عاطيها ألف مشيت خرجت مكيل بعشر ألاف وعطيته هو ست ألاف ولا ألف أنا خرجت منه 17 ألف أو جاي ناقص لا مزيان ولا عمر أو ماشي مع 3 ديال الليل لا باش عجبتيني تم ألف كتخرج ب 17 ألف عبد الرحيم أخويا سليمة ما عمرك جيتي لها أول مرة داخل ليها في الفقيه بن صالح زيد في 97 إيه قالوا الدراري غنمشيو نتفرجوا في سليمة نمشيو نتفرجوا قلت لهم غنمشي معاكم كارل. ما عارفك هديرة لا ما عارفهاش واش قيطوني يا ولا وانا فين عارف انا نسحبها في شي جردة ولا شي زيد دخلنا السليمة في رمضان في الليل فطرنا ومشينا مريحين بحال ما كان الناس كتشد في الكراسة كيخلصوا كيدخلوا الكراسة انا كيبان ليا يزار في الحيط ولا كيبان ليا شوية تخلصوا من بنادم تفوضوا دخلتي الدق ولا انا داخل مريح انا مريح زعما مقاد مع قرتي بعدا قرتي زيد قدامك شي حد شي غاشي ولا قدامي شي شي جوج صهور هاك واكي زيد مريحين ونقبه في الزريعه زيد عطفوا الضوا وخدموا داروا الظلمه داروا الظلمه خدموا داك سميتو واش خدموا واش خدموا خدموا واحد الفيلم واعر ديال المذاقه ديال المذاقه ديال المذاقه صافي سير وفي واحد الكامي وهز واحد الماتريوس زيد مع تشعيله مع ذاك الكاميو ناض من البلاصه تمشي نسحبو جاي خارج عندنا حنا كنقول لها من دازو قلب على الباب الله يرحم هربتي هربت كانت صحاب الكاميو تقطع لي صحابو غادي يخرجوا كيما الجاي زار هذا منين ناضو زيد فين جيتي تلفت صحابي اللي مريح معاهم تلفتهم زيد ندور نقلب على الباب عاد كلشي مسدود هذيك الساعه وقت الكامل يقول سحبوا جاي خارج قلت هو كان الحيط والازار ولا انا ولا من بعد بدا وانا راه مثل لي الله بحال جاي مشاريع او دخل عندنا حنا كان صحابو كان دايز حدا سليمه انا جاي داخل عندنا حنا انا بغيت نفوت عليه زعما اللي جاي فيا بغيت نلعب معلم قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام